بسم الله الرحمن الرحيم. كنت نظامي برنامجي في خطبة الجمعة كان غير إخواننا الذين يخطبون الجمعة. احنا عندنا القارئ يقرأ السورة قبل الجمعة، فأنا كنت منتقي قارئ، كان صوته جميل جدا، كان قراءته 100% صحيحة. أنا لا أقبل أحد يخطئ في القرآن ولو في حرف واحد أمامي، لا أقبل ذلك أبدا. فكان القارئ يقرأ، كنت أصعد المنبر، ما قرئ تكون الخطبة عليه، حتى المصلي يفهم هو سمع ايه وفهم ايه. فكان القارئ بيقرأ في سورة الرحمن، فأنا صعدت أتكلم على سورة الرحمن. خذوا بالكم من هذه الوقعة التي حدثت سنة 89. فقلت يا أيها المؤمنون، الرحمن اسم من أسماء الله لا يتسمى به أحد إلا الله. قلت ولكن مسيلمة الكذاب سمى نفسه رحمن اليمامة، وقلت يعني هيجينا إيه من الرياض غير البلا، مرة مسيلمة الكذاب ومرة ابن عبد الوهاب. وبدأت أتكلم عن الحركة الوهابية اللي أخونا بيسأل فيها دي. وبعد الصلاة رجعت إلى بيتي لحظات وطرق الباب طارق، خرج قال لي أنا بلدياتك دكتور في الحرس الوطني السعودي، وجاي أدعوك، أحد الأمراء هنا في فندق شيرتون هو بيدعوك على العشاء. حاضر، قال لي أجيب السيارة وأجي الساعة كذا. طيب يا مرحبا. وذهب فوجدت الأمير موجود ومعاه وفد من 14، 7 أساتذة في الجامعة و7 قضاة. فأنا أول ما دخلت وسلمت عليهم أشار إلى من معه وقال ما فيش كلام إلا بعد العشاء. طيب تعشينا جلس خير. قال لي يا فضيلة الشيخ، نحن نحبك، نحبك كثيرا، كل ما ننزل مصر بنصلي وراك الجمعة، بس الزحام عليك مش بنقدر نسلم عليك، الزحمة اللي حواليك والمصافحة ما بعرفش أسلم عليك، بس انت النهاردة اسأت الينا اساءة كاملة ومسحت بينا الارض. ازاي؟ قال غلطت في ابن عبد الوهاب وهذا امامنا. قلت له انت تعرف ايه عن ابن عبد الوهاب؟ قال رجل مصلح ومش عارف ايه وكاني وماني. قلت له لا، انت تسمع مني، ابن عبد الوهاب تلميذ غبي متطفل على كتب ابن تيمية. فواحد من القضاة رفع ايده وقال انا مأيد رأي الشيخ، فهو خاف لحسن يجوا واحد ورا واحد تنتهي المسألة. قال لي لا اخواننا حجتهم الدينية والعلمية قليلة، ممكن تيجي الرياض تناقش علماء الرياض في ابن عبد الوهاب. قلت له جاوب، انا في الدفاع عن اهل البيت اروح اخر الدنيا، اروح اي مكان مهما كان. خد رقم الجواز وبعث لي ورحت اسبوع كامل واحنا نتناقش في الموضوع ده. دعاني الامير عبد الله ولي العهد، تناولت معه الغداء في قصره وقال لي بالحرف الواحد، قال لي نحن لا نقدس ابن عبد الوهاب، احنا بنعتقد انه كان رجلا مصلح، اتباعه هم اللي قاموا فيها وزودوا الحلال وحرموا علينا الحلال، هذا بالنص من فم الامير عبد الله، قال حرموا علينا الحلال. أعجب حاجة، تعرف اللي مزعل علماء الرياض إيه؟ زيارة الإمام الحسين. إزاي تروحوا تزوروا الإمام؟ قلت والله إزاي يعني إيه؟ قلت له الله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فيه مودة من غير زيارة؟ كيف تودوه؟ قلت له لو الإمام الحسين جالس على كرسيه في بيته هتروحوا تزوروا ولا لا؟ قال لي اروح ازوره. قلت له طيب،
الشهداء أحياء عند ربهم، والإمام الحسين يسمعك ويسمع سلامك ويرد عليك ولا لا؟ سكت. المهم شوف، كاد المريب يقول خذوني في استراحة من الاستراحات بين المناقشات مع بعضها، قلت له ما ابن عبد الوهاب مدفون فين؟ قال لي في الدرعية على بعد 70 كيلو، تحب تزوره؟ فأنا ما ردتش عليه. في الفجر وأنا في الفندق اتصل بي الاستقبال، قال لي في واحد عاوزك. الفجر نزلت لقيته هو، قال لي أنا جبت السيارة إذا حبيت تزور ابن عبد الوهاب. قلت له بقى يا مجرم، تعيب علي زيارة الحسين وعاوزني أزور ابن أبو هاب؟ 70 كيلو مشي ليه؟ ده أنت عمال تقول لي لا تشد الرحال، بقول لي لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وإزاي أنتوا تشدوها للحسين؟ قلت له يا حبيبي إحنا ما بنشدش رحال، ده التاكسي بنركبه 5 دقايق نكون عند مولانا، لا بنشد رحال ولا حاجة، وجاي عاوز يمشيني 70 كيلو في السيارة عشان أزور ابن عبد الوهاب. حسبنا الله ونعم الوكيل.